زون ميكست. رجعنا لكم من جديد في زون ميكست، متواصلين حتى للخمسة متاع العشرين، وبحضرنا اليوم ضيف مش كما كل الضيوف، نجم خلينا نقولوا في الفترة نتاعو على لعب الدوري السابق، جمال الدين الإمام. نعاود نرحب به ونحن نسألك جمال، علاش بعيد اليوم على الكرة في تونس؟ لا مش بعيد، نقول مانيش ملم ياسر، ما نتفرج مش ما نتفرجش في الماتشوات البعيد، لكن ما عادش عندي نفحة كبيرة ياسر. بعيد مش نحكي فرجة، نحكي مكش مساهم، مكش أكتور في المشهد في الرياضي، مجرب في الوكيل عمال كما كنا نحكي. والله أقول لك حاجة، أنا تو ما خليتش جات الفرصة باش واحد يتكلم شوية. أنا عندي شهيد متاع تدريب، عملت أجون فيفا سيفغي، فهمت، توافقت في وقت وما توافقتش في وقت. داير ما نحبش نرجع فيه الموضوع بالتوالي، لكن اليوم خيرت باش ندرب. بون دربت في بيريود 2014-2015 كروا مع ماهر كنزاري في ستاتونيزيان، بيريود وقت ستاتونيزيان في ظروف تاع صعيبة شوية، وخدمنا متاع 7-8 شهور وقتها باش نمنعوا استاد. بون لكن ما مشيتش معنا وكهو، دونك شو منك انت ولا لا 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 ما جاتش الفرصه، ما جاتش الفرصه، جي دوموندي الحق. انا تو مشيت حتى جي في مو دوموند في ليكيب ناسيونال بور لي جون واحد كل شيء، وعطيت الدوموند تاعي وقابلت حتى رئيس الجامعه. وقتاش هذا؟ صافي يمكن 3-4 سنين تالي. كان عندك بروجي لي جون في عندي بروجي وحكيت معاه وقال لي فكره باهي واحد كل شيء. وقتها كنت وقت البريود مشينا الكوب دافريك ظل في كونغو سسمة ذيك غابون غابون ظل فهمت، ومنا وخسرنا برشا ماتشوات وكنا نجمو نربحو برشا ماتشوات خاطر انا با ديزيلي معناها دي بورد مو معناها معناش اتاكونات السريعين على جنب. الوقت تلعب تبدا ما لازمك تعاود باش تخرج على جنب. مشيت جي بروبوزي عليه الحق وقال لي راه فكره باهي واحد كل شيء، وقال لي تو نريقلوا لك الامور ونجاوبوك واحد كل شيء. ما جاوبنيش، قلت باش نعمل سبيسيفيك بور لي زاتاكون، ان انترنور سبيسيفيك بور لي زاتاكون دي جون، معناها نكونوا للصغار فهمت. وفكره هذول باهي، وكنت انا نجم نساهم معناها المواهب اللي عشتها واللي تربيتها واللي لعبتها واللي مارستها، علاش ما نوفرهمش للوليدات الصغار اليوم. اليوم انا مانيش طامع باش نعمل اسم اخر ولا حاجه، الحمد لله الاسم موجود، اما لكن هذه هي بلادي وين باش ننجح. شنو كان رد وعلاش ما تمتش الحكايه؟ ما نعرفش ما عاودتش رجعت، انا ما عاودتش حكيت جمله في الموضوع جمله فهمت. باهي نعمل شويه عملت اكسبيريونس شويه، سامحني انا ما زيد ما قلتلك في استاد باش نجي نحكي عليها بعد شويه. هذه تحكي عليها؟ لا مش ستاتيزيان. في اكاديمي بريفي في بلاصه فهمت، ما نحكيوش عليها في اللاك هكا هو بون بور اتر اكسبيريونس، خاطر كنت باش نعمل انسونتر مع مروان البكري. اي صاحبي مروان والولاد ما قصروش معايا واحد كل شيء، ودونك جي في ان اكسبيريونس باهيه، خاطر عندي في مخي بروجي ان شاء الله بقدر ربي، ربي سهل كان سهل عليه القدره باش نعمل انسونتر، خاطر جي عندي الاكسكلوزيفيتي انا من ستاندار دو ليج باش تكون بتنسيق مع ستاندار دو ليج، دونك باش نعمل حاجه معناها توب ان شاء الله في اقرب الوقت ان شاء الله ربي يسهل لي. كان مشيت لي معايا باش ندرب في ليكيب ناسيونال ولا في ان كلوب اللي تجم تعرف قيمتي وتعرف تعطيني واحد حقي، مش طالب فلوس راه طالب حقي، ومن بعد توجيه كل شيء يجي فهمت. اما سينو باش نكمل في الامور السنتر نتاع الفوت هذا نتاع اي، خاطر بالحق خساره لاعب في القيمه نتاعك في الخبره اللي عملتها في تونس وفي اوروبا، ما مش انا موجود اليوم في الساحه، هي انت وبرشا من لاعبين اخرين. برشا لاعبين راهو يجموا يعاونوا برشا، راهو سي با كيستيون مشكله مالوريزمون في تونس. فما نحن ممكن جابدين روحنا شويه، لكن نحن لعبنا الكوره بخشوماتنا ولعبنا الكوره برجوليه ولعبنا الكوره، ما نحبش نقول انا حتى ما عمل لنا مزيه، لعبنا بسقينا ولعبنا برجوليه وبقرين اللي تحب انت فهمت. برشا بعد كيف في المنتخب ولا حتى في النوادي، انت زبير باي عياد الحمروني برشا ملاعبي كبار يعطيوك في تكون ملاعبي كبير. اوكي لازمك تنحي كاسكيت تاع ملاعبي كبير، اوكي كنا ملاعبي كبار ومشينا على روحنا. خويا ما تعطينيش حاجه باش تقزمني حاشيك فهمت، معناها باش تردني. شنو تعتبر تقزيم انت؟ معناها يعطيوك مش فلوس راهو نحكي. اي نحكي يعطيك كاتيجوري نتاع مثلا ترى شنو انا نتاع انت ما ترضاش معناها تكون في لي جون حاجه. لا نكون في لي جون شنو، اما يعطيني صلاحيات باش انا نتحمل مسؤوليتي، باش انا نكون مثلا انا كل عام مسؤول نجم نطلع لك 3-4 ملاعبيه بور لي جون ليكيب سينيور. اما
توفر لي معناها البرودوي نتاع العمل، يعني مش برودوي فلوس، فهمت؟ ومن بعد تشوف كاليتي. انا اليوم كي بدا يراني نيمبورت كل جوار معروف كبير اعطيني انت ملاعب لي تريني تاو في لي جون في لي كلوب الكل اغلبيتهم مش عاملين، يقولوا عمل ديمونستراسيون ما يجمش يعمل. دونك اللي ما مسهاش وما مارسهاش الكره ما يجمش يكون مدرب. انا نشوف فهمت اكي باهي. خلينا نعمل تنقيزه بالزمان شويه جميل، نعمل تنقيزه نتاع 20 عام هكاك. اول نهار وانت صغير كيفاش خممت باش تعمل تيست في ستال ولا كيفاش؟ لا تيست، لا فماش تيست، ما كانوش تيستويات قبل. شنو كيفاش كيفاش كانوا يمشيوا؟ اغسل كانت قبل 10 سنين عمرك حاجه هكا. انا كنت انا ولد باردو ونحن نسكنوا معناها السكه الخاصه نتاع باردو تقص السكه تلقى دارنا. نقرا في مكتب سيلي هاشمي، كان المكتب هذا مكتب ابتدائي بجنب ستاد تونيزيان، يعني التيران تاع ستاد القديم وين باردو سنتر. دونك تيران تو فوتبول كان فما دو تيران، تيران صغير وتيران كبير باتو. المكتب الحيط نتاع المكتب فما باب بين الحيط والستاد، يعني فهمت. مشيت سالت مره هكايا قد عمرك وقتها؟ خلينا نشوف كنا فاهمين. عمري 10 سنين 9 سنين 10 سنين. ايه قالوا لي راهي راهي ليكيب كول تترينا مثلا، ما فماش خاطر بوسان ما كانتش قبل، فهمت؟ كان ديريكت تدخل ليكول. ايه هنا 10 سنين يمكن عندها. دونك مشيت قالوا لي راه عمك بوعزيز الله يرحمه هذا كان جارد ماتريال نتاعنا في ستاتيليزيان. قلت له بربي عم بوعزيز وقتاش ليكول يترناو؟ يراني فينا وقتها في ليكول نور الدين ديوا ربي يذكره بالخير، انسان عاد قاموس تاع ما شاء الله. انا ما خدتش عليه الحق، من عبيد تحكي عليه حسب ما انا حتى ما حضرت عليه، اما يحكي والناس كل لا جينيراسيون الكل تحكي على الانسان حتى هذك. ممكن نقولوا من احسن ما انجبت الكره في دونس. انا بور موا سي لو ميور جوار دو سيكل بور موا، فهمت؟ بون حسب ما نقرا عليه حسب ما قريت عليه في فرنسا باش يحكيوا عليه الناس الكبار في فرنسا. كهو قال لي راهو غدو يترناو مع الخمسه، نحنا نخرجوا السته. فصعت من القناه استناني. ما فصعتش، لا ما فصعتش. اما اش عملت انا؟ عندنا ساحه كبيره في المكتب، جيت لصاحبي قلت له هاي كرتابتي بحذاك، ديجا التونيو لابسه من تحت سروالي وتحت وسبادي، فما سباب كوره سبادري، لابس شورت ولابس مريول من داخل والكلاست والدنيا كل شيء حاضر، معناها باش نحي السروال ونحي البلوزون تاعي والمنديله وندخل للتيران. سمعتش الكوره تبامبي داير تعديت عليه في الحومه خاطر نكور انا معناها مرمد في الحومه، فهمت؟ قلت له راني باش نخلي كرتابتي باش تجي بالي من بعد، راني باش نقول لسيدي راه باش نمشي نستريح وباش نفس بعد جيب لي، خاطر نحن برشا في القسم ما يلوجوش وقت، نزلت ساعه واحد كل شيء. مشيت هي بدات بامبي وانا دخلت، رحيت واحد كل شيء دخلت. قلت له قال لي شكونك انت؟ قلت له انا راهو فلان الفلاني. قال لي خوك الكبير فلان؟ قلت له نجيب لي. قال لي خيم خوك انت؟ قلت له جربني. قلت له ان شاء الله نكون. دونك من النهار الاولاني قال لي اي انت باش تولي تترنى معنا، ما عادش سايبوك. كان تيست هذاك ما يشغل النهار الاول هذاك. اي ما تيست مش بنهار، تيست تقعد جمعه واحد شيء، اما تيست خاطر انا سي كونفيرمي، معناها كونفيرمي شنو؟ كانت موهبه ظاهره بالصغر. فوالا التيستوات اللي عديتهم انا الكل في الحوم. اما انا باش نمشي باش نترنى في جمعيه منظمه، معناها بارابور على الحوم، فهمت؟ في الحومه كان فما حاجه هاك تحس في روحك اكثر من اكثر من الاولاد الاخرين، معناها انا ما نلعبش مع الكبار، ما نلعبش مع الصغار. انا نلعب مع الكبار، فهمت؟ انا عمري 10 سنين و12 سنه عندي اخواتي، نحن عائله كلها كورجيه كلها، يعني اللي نجحوا واحد كل شيء فما بريسك ثلاثه من الناس كهو، الاخرين ما كملوش واحد كل شيء. كنا نمشي ونكورو مثلا، نمشي الزهرة ونمشي البلايس نكورو، فهمت؟ انا نهزلهم الحوايج السكاني، فهمت؟ خويا انت قد ماتريال نتاعك قد ماتريال صغير، انا وقتها صغير، فهمت؟ كي بداو رابحين في السكور مثلا يهبطوني ياك اللي درجين ربع ساعه الاخر، فهمت؟ خواتي يهبطوني، فهمت؟ هكا دونك سي رابيد الحكايه في الكوره في الدم، فهمت؟ بديت انت بشوي بشوي واحد كل شيء، بعد شديت عاد انا من الريتم تاعي ما بين حومه شويه
و سمعوا بيك الدرف ساعات بالقرايه وقتها ما فهمت سمعوا لا لا ما سمعوش اليوم شو اسمهم زمر عليك اما ربي يتولها في عمرها امي ربي فضل. امي عملت لي ياسر ضحات علي ياسر شجعوك كان... العائله وقبل كانوا فما كانت فكره خايبه على كوارجي يقول لك كان هامل يقولوا هامل السبري ما شجعوك الدرف انا شجعوني طلع وقت شجعوني قالوا لك تاخ سيزيام شجعوك دونك انا كي خذيت سيزيام وقتها من الاول فهمت داير خويا نجيب باش نحكي لك قصه هذه قصه هذه تقعد تكتب في كتب لعبنا فينال مينيم كونتر غرومبيلي ساتونيزيان غرومبيلي هزينا دوبلي العام هذاك هزينا كوب وشامبيونا باش نلعب هزينا شامبيونا والكوب باش نلعبوا فينال في المرسى نعدي في السيزيام بيريود هذيك نعدي في السيزيام مينيم انا خاطر انا عامي كل عامي ما نقعدش انا عامين عام برك ويطلعوك ديما تتكلم مع داك بما منك برميني انا كادي نطلع جينيور جينيور برميني جينيور نلعب سينيور انا لعبت 17 و 8 شهور سينيور دونك القصه هذه اللي احكي لك هيك مو نهار السبت ديما يعديو السيزيام يعديو الكالكول كالكول تقعد اربع سوايع فهمت الكار نتاع التونيزيان مينيم تستنى فيه قدام الستاد قدام المكتب خاطر المكتب بجنب الستاد بابا الله يرحمه الله يرحمه عنده تاكسي بابا خدم تاكسي الله يرحمه دنيا اخر يستنى فيه باش يروح بيا من المكتب ما في بالوش لي انا نلعب في الكوره قداش عندك وقت تلعب عندي عام نلعب ما في بالوش اي عاد امك هاو في بالها خبي عليك امي تلوح لي في الحوايج تاع الكوره من مسطح فهمت ولا تحط لي في كرتابي تقول لي ما تقولش فهمت تقول لي امي اقول لي اقرا بركه فهمت اكاو كي انا مشيت كملت الكالكول انا خارج نلقى بابا قدام من باب المكتب والكارت استنى واللونترونير سي فتحي الصغير ربي يذكره بالخير والجماعه الكل تستنى قلت له سي فتحي يا بابا في بالوش كيفاش قال لي قلت له هاي قال لي باش نروح قالوا عن فرج راهو ولدك راهو عنده فينال توا العشيه الاربعه يلعب فينال هاي باش نمشيو نفطروا بعد باش نلعبوا الفينال قال له اجا خويا قال له كيف قال لي كيفاش تلعب قال لي تنوريك قال مشيت لعبنا الفينال جاي يتفرج فيه وقتها جاي يتفرج هو وجا نجيب خويا وقتها يلعب في السعوديه جا فاكونس يتفرج فيه في المرسى قلت لي في المرسى وجا شتالي وسي عبد المجيد شتالي وجا الله يرحمه شو اسمه رئيس النادي نتاعنا وقتها الهادي نايفر مش جايين لك انت بالذنب لا لا جايين التونيزيان هما جايين يتفرجوا اما هما كيب ناس الكيب مينيم نتاعنا كانت كيب احكيوا عليها برشا ما عندكش فكره كيب يتفرجوا فيها اكثر من السينيور ما عندكش فكره فهمت كلها كاليتي خاطر هكا هو فهم لعبيه وصلوا معاك والله فما اكثر واحد وصلت انا فهمت ما فما اللي قرا وفما اللي بطل فما مو تتبدل الهواء كي يتبدل مع الجمد اما كانوا كاليتي كبيره برشا هكا هو كملنا الماتش ربحنا حسيلو غرومبيلي عطيناها ثلاثه ماركيت زوز في الماتش هذاك عاد نجيب خويا وقت اللي يتفرج واحد كل شيء قال لي كان تبطل لما راسك انكسر قال ابوك بابا روحت معاه في التاكسي بعد حسيلو داير الوقت هذاك عطاونا 5000 بريم اول بريم خذيته هذا في حياتك اي اول بريم 5000 فرنك وقت 5000 هكا بابا روح بيا على ثنية حق الواد من عملنا بونلو ومن بعد مشى خذا لي الحوت وخذا لي الفاكهه وقال لي تبطل ما نوريك حتى ابوك اي كي ولا هو خاطر كنت مواهبي مانيش نوري فيها بالكدا خاطر خايف لي فهمت النهار اللي قال لي خويا كمل وبابا قال لي كمل وقتها صحيح حطيت مخك انا وقتها تصرحت والقرايه شعملنا فيها؟ لا قريت ثقافه بون ما نجمش خاطر وقتها وليت كيب ناسيونال جونيور وستاجيت ومنه واحد شيء قريت حتى للسانكيم اني سيكوندير ومن بعد ما لقيت الصعوبات معناها في اليوجون ديما متالق معناها لا متالق خاطر برشا يقولوا بالكتاب في اليوجون وحكايه انا خذيت مير في الكونكور دو فوتبالور قبل كانوا يعملوا كونكور دو فوتبالور يعملوا لك لي تيست على لي جيست الكل فهمت معناها تاع تعمل الجيست كل انا خذيتها 3 فوا فهمت بي طلوع للسينيور كيفاش كان من ليجون طلوع سينيور هاو البريمي ماتش نتاعي ولا طلوع معناها طلوع انا كنت عند اندريناجي الله يرحم طلعت اون 85 بعد كوب دي مون جونيور طلعت سينيور دونك داير في كوب دي مون جونيور انا اصغر واحد في الـ في الـ
في ليكيب وقتها فهمت. كي رجعت من ليكيب ناسيونال روسيا كوب دي موند رجعت نترينا الاثنين والثلاثه والاربعه والخميس مع ليكيب سينيور وتكاور جونيور. نهار الجمعه يهبطني نترينا مع جونيور اندري ناجي نلعب مع جونيور ومن بعد جونيور عمل لكيك ومجهرين ثلاث ومن بعد وليت ان يهز فيا رومبلاسون يقول لي ريغارد هرجيل تفرج في هرجيل تفرج في ركبيوي تفرج في الجوالات فهمت نتفرج عملت يمكن 7 أو 8 ماتشات وانا رومبلاسون وانا مازلت صغير جونيور يعني فهمت. النهار اللي هبطني وقت هو البريود هذيك تنحى وجابوا سي عزيم بزيح الله يرحمه فهمت لا خذاه هو ليكيب اول ماتش نلعبه مع ليتوا ايتوال لعبت في زويت اول ماتش سينيور هذاك هذايا عام 85 هذايا عام 85 اي احكي لي ايش عملت الماتش هذاك الماتش عملت ماتش اكسبسيونيل خسرنا مع ليتوال في تونس سيفري في زويتن اما عملت ماتش اكسبسيونيل داير جيتي لو ميور جوار خرجت يمكن ماركه 10 15 مينوت دو لا فان خاطر كهو صغير وفيزيكمون خافوا عليا احكي لي السيزون هذيك مع ستاد كيفاش كانت لي كانت وقتها انطلقت على صحيح عندنا وقتها وليت نترنا في ليكيب سينيور سي عزيز وقتها راني وليت نلعب تيتولير ابارونتير يعني انا ملي طلعت ديريكت راني طلعت تيتولير ابارونتير معناها ما جي با اي معناها انت هذا جاي القديم انا ودمادم كنت تلعب في الكوره دمادم انا كنا ممكن فما ممكن ثمانية ملاعبي ثمانية تاكونات راه باش يلعبوا ثلاث ثمانية تسعة عشرة تاكونات فاسيلمون كان نسميهم لو كان تو تو دوخ قول لي مثال شيء هرجيل ركباوي ركباوي هشام نسيبي زبير بن عبد الله رشيد تونسي اسامي كبار معناها ملاعبي كبار ناصر محله وفكر كيفاش انت ملاعب صغير وقت قدر عمرك 20 عام 18 سنه عمرك كيفاش فكيت بلاستيك بيناتهم والله يجي نقول لك حاجه ما لقيتش صعوبات علاش خاطر ديجا نحن كنا عائله واحده في استاتينزيا كنا من اللي كول نديو نتفرج في السينيور معناها نعرفوا بعضنا فهمت دونك ما لقيتش ديفيكولتي عاونوك ما عاونونيش لا لا عاونوني باش كوره لا لا دخلوك في الجو معناها هذا الشيء وانا نحترم روحي يعني. ما عنديش انا كنت صغير محسن جندوب يلعب سينيور وقت عيط له سي محسن معناها انا عبد الحميد الهرقيل انا اليوم عندي تو نكون قريب ل 40 سنه نعرف سي عبد الحميد الهرقيل عمري كلمه اعوذ بالله معناها ما بيناتنا معناها انسان خويا الكبير قدوه هذاك بالنسبه لي دونك نحن تربينا على اسس صحيحه دونك هذاك علاش خلينا نجحنا راه نجحنا خاطر هاك تشوف انت تو برشا جمعيات تعديو في برشا ملاعبين دو كاليتي كبار خاطر تلقاه يا هو خاطر الكره لازم برشا صبر وبرشا زاد واحد وبرشا تضحية ما تجيش تلعب كورة انت وتكون مثلا سهار ولا قبيح ولا واحد خاطر يلزمك تكون اخلاق قبل كل شيء ساعة فهمت والتيران هو الفيصل التيران هو اللي يعطي لعبت عامين سينيور ظهر لي وقتها جبت انظار ستوندار دو ليج هكا ولا هو ستوندار دو ليج اون 88 جاو يتفرجوا فيا انا لا اون 87 مشيت 88 انت مشيت 88 اما كملت سيزون بعد مشيت خاطر هما جاو ماتش قروان في المنزه نلعبوا ساتونيزيان قروان ماتش تي في زوي في المنزه وقتها كيفاش جاي لوفر سمعوا بيك فما اجون توسط كيف لا هو فما انا اجون تونيزيان وقتها عنده شركه واجون عاش فهمت انترميديير هو مش اجون جا قال لهم راهو فما شكون احسن لاعب في تونس قال لهم هكا وهكا وهكا فهمت قالوا له يجي تفرج فيه وصلت احسن لاعب في تونس في الفتره هذيك معناها في عامين سوليدور انا العام هذاك سوليدور خذيتها مش مع خذيتها مع دمادم انا خذيت سوليدور في دوبي دو كارير وفانت كارير خذيت سوليدور دو فوا نفكر في وقت هذاك كان فهم لاعب كبار طارق ذياب طارق ذياب لطفي الحسومي شكون باكا وجولي هرقيل حمد بن دولات ملاعبيه كبار في كل جمعيه تلقى زوج ثلاثه روفيديت دونك وانا جيتي لو ميور معناها في الوقت هذاك خذيت سوليدور مع الناس هذوك وقتها تمتعت به انا معناها سوليدور كي تاخذ مع طارق ذياب يلعب حمد العقربي والناس هذوما معناها حاجه كبيره بياري والعبدلي والناس الكل بشكون فيها وقتها فيها البياري وفيها فيها خالد التويتي والعبدلي وكان فيها بوصحيح جكروا ولا ما نعرفش حسيلو ملاعبية كبار وانت نقولوا بديت البارح بارابور هما بيان سور انا لعبت مع حماد العقربي انا راه معناها انا لعبت هو حماد العقربي يمكن 87 بطل الكره انا 86 85 لعبت معاه مع عامين
لا لا مش كيب ناسيونال في اللي في الشامبيونان من لعبنا ضد بعضنا ضده فهم. انا كيب ناسيونال لعبت مع طارق اي شفت تصويره مع لعبت مع طارق بالقديم انا لعبت عامين باي احكي لي على ستاندارد ليج كيفاش جاي وكيفاش كانوا عامين ستاندارد ليج كيفاش جاي يا سيدي اي سيدي جاي الماتش دي سي ماتش شامبيونان في المنزه لعبنا كونتر جي اس كا وربحنا اربع وكي ثلاثه أربعة بواحد ولا أربعة اثنين فما ماتش ما كنت خمسة مع جي اس كا مرة أخرى بعد الكوب دافيك دي ناس مراجعة دروسي هاك هذاك من بعد 95 يظل لي 96 ماركيت فيه خمسة في زويت دونك عملت ماتش زادة كبير برشا دونك ماتش زادة وتيرار زين واحد كل شيء ومش المنزل تاع توا المنزل تاع قبل حفر حفر دونك عملت ماتش كبير برشا هبطوا لي الفستير بعد الماتش هبط لي الانترميديير هذايا وسكرتير جينيرال تاع صندوق دي ليج و... شكون كان بريزيدون ستاد؟ وقتها كان صدقني ربي محمد عشاب سي محمد عشاب هكا دونك كلموني وانا وقتها ما صغير واحد كل شيء قلت لهم انا راني قالوا لي انا انتيغيسي باش ناخذوك نعملوا بري كونترا قلت لهم انا ما نعرف حتى شيء صغير انا وقتها قلت لهم كان فما حاجه خويا الكبير هو يعرف فهمت دونك قالوا لي متجمش نحن ونبيت في اوتيل في العاصمه تجمش تجينا قلت لهم انا نكلموا خويا هاو نمروه وطلبوه كان هكاك تو نجي كاو وقتها عملنا بري كونترا ديجا نجيب خويا وقتها مشى معايا قال لي راهو هكا وهكا وهكا شيء عملنا بري كونترا باش تاخذني حتى جمعيه مش لي كونديسيون استاد ليه ما قلقوكش وقتها ما قلقوكش لا لا انا عملت بري كونترا انا ما باش تخرج ليبر ليه ليه ما فهمش ليبر قبل ما كانش قبل هواي اي فهمت بعد عندك حق تحب تخرج للبلا تمشي للولو لا تخرج تقعد ثلاثة شهور ما نحبش انها مشاكل ستونيزيان دونك جمعيتي هذيك ما خذاوش فلوس لا خذاو فلوس عملت بري كونترا انا سي با بور بري كونترا باش انا ما تجينيش اوفر اخر بلاصه اخرى مشيش بلاصه اخرى معناها ان كونترا معناها كيفاش يقولوها انجاجمون انجاجمون فوالا فهمت هكا قداش قيمة الصفقة والله كان صدقني ربي بون كان صدقني ربي قريب 300 مليون وقت نقولوا 30 مليار تاو مش 30 مليار بون ستاديون زيان وقت البيجي نتاعي يظل لي ماركه 200 مليون دونك انا وقتها ب 300 مليون بعد عطاهم زاد عطاهم 50 ميل يظل لي اخرى نتاع ايكيبمون جكرو ما دخلتش انا في التفاصيل برشا كاو دونك مشيت مشيت للستاندار 88 مشيت احكي لنا شويه العامين عديتهم غادي ثلاث سنين عامين عامين ونص عامين ونص معناها دي ريف عديتهم عامين ونص جيتي معناها سي لو شوشو دو ستاندار عيطوا لي بتي تهمات انت تسمع بيه تهمات بيان سور انا عيطوا لي بتي تهمات عيطوا لي لو ميوزيسيان تونيزيان مسيو بيلانتي عيطوا لي خاطر انا نجيب برج بيلانتيات كنت معاهم في ستاندار وانا جي في تو في ستاندار الحق في التيران كنت معناها عطيني القيمه نتاعي اكثر ما تصور فهمت كاو دونك العام الاولاني دونك باش نحكي لك لقطه انا مشيت اون 88 باش نعملوا راسومبلومون واحد كل شيء باش نلعبوا عملنا بريباراسيون بدينا في البريباراسيون ماني انا عاد حفظوني وقراوني خاطر واحد اخر في بلاستي كان يجي يمشي يعمل البريمي معناها النهار الاولاني نتاع الراسومبلومون يجي يتعدى كوتي خاطر النهار الاولاني طلع اش نعملوا نحن في لونترينمون نعملوا تيست كوبر تيست فيزيك تيست فيزيك تيست كوبر طلع شنو معناتها النهار الاولاني معناها جواجيك وترد وانت معروف وقتها فيزيك موت بالك عليك لا انا قعدت نترين اخوي العزيز انا قعدت نترين باش نحضر باش نجم نعمل خاطر هما يعطيوك البلانينغ نتاع الخدمه نتاع البريباراسيون شنو باش يصير وشنو وقتاش واللي ماتش اميكو كل شيء يحضروا لك فهمت دونك حضرت روحي باش نحضر النهار الاولاني خاطر في البروفيسيونيل علموني حاجه اهم حاجه هي البريستاسيون من النهار الاولاني يلزمك تعمل هك فكيت بلاستك الاضواء الاضواء تعمل هك فكيت فوالا من النهار الاولاني دخلت لهم دونك جيتي عملت بريباراسيون معاهم دخلنا للستاجيت واحد كل شيء من بعد عملنا لي ماتش اميكو لي ماتش اميكو لعب سامحني باش نحكيو على ماتش اميكو شنو عملت في بلجيكا في التجربه هذه نتاع ستوندار دو ليج نمشيو للاخبار ترتيحة وبعد مكملين حوار مازال ممتع اكيد معاك ويتعدى فيس فدوا تركي في الاخبار وبعد مواصلين في زون ميكس حتى الخمسه متاع الشيء